استاذ نجم مواقف نوبات في بعض الاحيان العتاب يولد الزعل، والزعل زعل نوبات مؤلم. انت يؤخذ رايك لو ما يؤخذ رايك ودعتك يبنون مول بكيرف ما اذكرك ماكو زعل يعني. هذا مول الجادريه هذا مول الجادريه هذا مول الجادريه تقبله حتى لانه انا هذا عندي ملفه والفساد واعرف واعرف الحرامي مالته. زين استاذ نجم ياخذون رايك كان بالسابق هسه مخاف اتكلم بصراحه والصراحه مؤلمه وبيها زعل هسه احنا بالصراحه اللي يزعل اللي يزعل بالصراحه يرجع راسه بالحياه من كبيرهم الى صغيرهم احنا شعب ندفع ثمن. استاذ نجم ماكو نوبات في بعض الاحيان العتاب يولد الزعل والزعل زعل نوبات مؤلم رغم المقابل. سيدي الكريم انا اتحدث مع لواء انت محمل بمسؤوليه شنو يزعل انت وانا والدوله محكومه بقانون. اخي العزيز هذه بنت مولات جامعات كليات مناطق اختزلت ليس لمديرة المرور العامة اي شخص موافقة ما يجوز هذا خلي يلغوها ما يجوز يلغوها ما يجوز قانونه ما يجوز كانوا ينصبون اقسم لك بالله كانوا يسوون مدرسة تعليمية تثقيفية تعالي ابو المرور شو تقول هاي شو تأثر عبور الاطفال ساعات الذروة ايش راح تسوي انت هنا توافق انه لا وشنو المتغير لا يوجد ما يوجد يعني انت تجي تتعامل مع سياسة الامر الواقع امر الواقع الامانة تطي والجماعة يطون وبالاخير ينصنع هذا انت ما لك دور لا وانا اتحمل مسؤولية النوم يعني انت خطأ غيري المرور تتحمله وزارة الداخلية تتحمله هذا ما يجوز هذا مو منطق يعني انت من تجيب مولات واحد بصف الاخ بالمنصور واحد جنب الاخر شنو هالفكرة بالله الغاية ماتها شنو الولد محتاجين يستثمرون البلد هذا الشارع يعني هم اقول لك الجماعه من باقه والفلوس وصارت هوايه وين يوديها لان هي فاضت على الحاجه لا يختارون له وين اكو منطقه خلي نضرب النظام خلي نضرب التصميم الاساسي خلي يصير ازدحام بس المهم يخدم زين هذا زين استاذ نجم سؤال هنا انت من جبت خمس مولات واحد بصف الاخ انت ما فكرت في المنطقه السكنيه وهذا الشارع شلون راح ننظم سيران وتعال قصف لي الساحه الفلانيه لا 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 ما تقصفها ليش التصميم الاساسي التصميم الاساسي بس يسمح بالمول وكانما دستور قران هسه مو دستور قران ما يجوز هذا حكي مو منطق احنا نظل نتشلب كله بالماضي اكو هسه لو اقول لك ساحات ببغداد شنو مصيرها شنو حتى منظرها كئيب ساحه شو تفيدني يعني قدر ما استطعت لفك الزخم المروري وأنا دا أجيبه بالسيارات وذب إلى متى زين كيف يصير زين 30 عام إحنا جسر واحد ما أنشئ هسه عوف جسر مشات احكي لي مجسر صار إلا مجسر الشعب هاي مول ساحة الموال المستنصرية أو ساحة قحطان جسر قصيف هم مو ذاك اللي ببالنا أكو غيرهم وهذا الجسر اللي بالعلاوي المحدب كم سنة هذا المحدب كم اكو بعد غيره اكو بعد غيره وبعدين الى متى مو انا اسال الى متى بالسياسه نسولف نتعب بالخدمات نسولف نتعب نريد حل يعني هل فعلا الدوله مبنيه بسيستم ماكو حل لا اكو حلول بس تضافر جهود لازم تضافر وحتى المواطن ترى ثقافة المواطن حتى المواطن بناء الدولة أستاذ نجم بالقانون بالنظم السياسي بناء الدولة يأتي من المواطن وليس فقط المسؤول